في غياب لقاح أو علاج كتبقى الوقاية والتشخيص المبكر والتكفل السريع بالأشخاص الحاملين لفيروس كورونا المستجد هي الطريقة الوحيدة باش نحدو من انتشار الوباء في بلادنا. وللمساعدة في التشخيص المبكر السريع الحامل الفيروس تلقات وزارة الصحة تطبيق هاتفي سميتو وقايتنا. وقايتنا كتعلمك إلى فايت لك كنتي قريب من شي شخص تبين فيما بعد أنه حامل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كيفاش؟ أولاً كتأنستالي لابليكاسيون وقايتنا من جوجل بلاي أو لأب ستور. منين كتأنستاليه؟ أكتيفي البلوتوث وخلي لابليكاسيون خدامة. كل مرة تلاقيتي أو كنتي قريب من أي شخص حتى هو مأنستالي التطبيق عنده، تليفوناتكم بجوج كيسجلوا باللي فايت لقيتو مع بعضياتكم. إلا من بعد تبين أن واحد من الأشخاص اللي كنتي قريب منهم كان حامل الفيروس في ذاك الوقت، كيصيفط لك التطبيق واحد الرسالة نصية اللي كتخبرك بالإجراءات والاحتياطات اللي لازم تقوم بها. في نفس الوقت كتقوم وزارة الصحة بتقييم هاد الإشارة، وغادي يتصلوا بك إلا تبين شي خطر عليك ويعلموك بالإجراءات اللازمة، وهكذا غادي تحمي راسك والناس اللي معاك وتساهم في السيطرة على الوباء. استعمال وقايتنا اختياري، ولكن إلا كل واحد منا خدمه غادي يقدر يعاوننا نحميو بعضنا البعض ونحدو من انتشار هاد الفيروس في بلادنا. ونزيدو نذكركم باللي إجراءات السلامة من غسل اليدين، وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي أساسية للوقاية من هاد المرض. باش تعرف اكثر على لابليكاسيون زور الموقع www.wiqaitna.ma.